أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. إني إذا لفي ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.